ضمن هي الفترة يلي قاعدينا بالبيت عم نشوف كثير من الناس عم يعانوا من زيادة وزن، وكلنا قاعدين عم نتسلى بالأكل وبالأكلات الطيبة انا عم ونعمل اضحك حلو. كثير لانه ما يومي صدقا كل يوم ببعث لهم وصفة. كل يوم تبعت لنا على الواتساب عم تعمل حلو وشغلات جديدة. الله يقويكي شكرا ميسان، شكرا. وشكرا. وكلنا يمكن بنضل قعدتنا بالبيت بنضل عم نتشهوى، بنضل ناكل هيك وناكل هيك وناكل هيك، وما عاد عندنا انه توقيت محدد او انه الطبخ بناكله على الغداء. لا، انا عن آخر حالي بقول الليل الطبخ عم باكله بكل الاوقات. فكيف فينا هيك نعمل كنترول شوي على حالنا ونخفف كرشنا شوي؟ رح نحكي اكثر كمان عن اهم الفواكه والخضار والمأكولات الصحيه يلي بتعطي مناعه وبتقوي لنا مناعتنا بجسمنا. رح نحكي اكثر مع الاخصائيه التغذيه نور سبان. صباح الخير نور. صباحك ورد. نور انت كثير نحفانه، يعني والله انت كثير عم انت كيف هيك عم حافظه على هي النحافه كلها؟ هلا اهم شغله نحن بهي الفتره مثل ما حكيت هلا قبل شوي عم نلاحظ كثير على حالنا انه نحن ما في عنا اي وسيله الا غير بس انه انا بدي اتوجه مباشره لا انه اي شيء لهي حالي فيه، ما في شيء انا اتفشش فيه غير الاكل. فنحن بهي الفتره بالعكس لازم نستغل الفرصه انه نحن نحاول قد ما فينا ننظم اكلنا، يعني لانه بترتبط التغذيه الصحيحه السليمه والصحيه بحالتي النفسيه بالاضافه لحالتي الجسديه، ونحن بنعرف في هالفتره ضروري كثير انه نحن نعزز جهازنا المناعي، فلازم نكون منتبهين على اكلنا وما نقضي انه دائما كل الوقت تشيبس وتشوكلت وناخذ حلويات، يعني وصفات الحلويات ما وصفات الحلويات ما بتنفع. لا لحظة، ذكرتي حضرتك انه احيانا الاكل بينعكس على نفسيتنا، زيادة الاكل وبشكل العشوائي ممكن يعمل حالة من العصبية او التوتر وقت نبلش ناكل كثير كثير؟ هلا هذا الشيء اكيد، لانه نحن على حسب، هلا نحن مثلا، هلا انا مو بس الاكل عم نلاحظ، المتة، الشاي، القهوة، الشوكليت، لما اخذ كمية كافيين كثير عالية انا باكلي حيصير في عندي نوع من الستريس، ولما يكون في عندي عشوائية باكلي فكمان رح يصير في عندي هذا الشيء، لانه انا لما اكل اي نوع من الحلويات حيصير في عندي انا شعور بالسعاده، لانه هو بيرفع هرمون السعاده. هرمون السعاده صح. بس انا هي الفتره هي فتره مؤقته، بعد فتره انا بلاقي حالي الا غير انه رجعت لمود الاكتئاب. هلا في شغله بدنا نحكيها، انه دائما زياده الوزن او طريقه الاكل الغلط هي بتأثر على الحالة النفسية وبتأثر على الحالة انه بالنسبة للجهاز المناعي. هلا الفكرة هون بالضبط هي انه انا لما باخذ كمية، انا عم دخل شيء غير صحي، فانا عم دخل بالنهاية لجسمي شيء مثل السموم بالنسبة لي، فانا بشكل طبيعي ما رح يكون في عندي هون، ما حيصير في عندي توازن بجسمي، خاصة هلا القعدة كثير كمان عم تعمل نوع من الستريس وعم تعمل نوع من زيادة الوزن. تماما. فلازم نتحرك حتى ونحن بقلب البيت، لازم يكون في عنا حركة، وما يعني ما في الواحد يعمل سبور ابدا وحتى مشي يمكن بقلب البيت لازم يستغل هذا الشيء. بس خليني احكي على نقطة كثير مهمة، كلنا بلا استثناء صار ليلنا نهار، نهارنا ليل، تخربط الوقت كله، يعني ما عاد في مثلا في الساعة 8 بفطر الساعة 9، باخذ سناكي الساعة 12 او 11 وبرجع بتغدى، لا صرنا ما بعرف ايمتى نفيق، ما بعرف ايمتى الغداء، كل حدا بيتغدى على ذوقه، كل حدا بده ياكل باوقات مختلفة. يمكن خلينا نحكي عن النوم، قديش بيقوي هو جهاز المناعة وقديش ساعات النوم صحية، وخربطت النوم والاكل بساعات مو صحيحه كل يوم بحاله قد ايه غلط؟ هلا نحن بهي الفتره مع انه عم بيصير في عنا هي الخربطه، فشوي شوي، هلا انا تخربطت اول يوم، تخربطت ثاني يوم، تخربطت ثالث يوم، بس انه خلص انه اوكي لازم نوقف عند هي النقطه المعينه، لما انا ما بنام بفتره كثير صح وما بعطي جسمي انه الراحه، شو بصير في عندي؟ بيجي انا ثاني نهار بصير دايركت بروح للاكلات اللي فيها سكر، اللي فيها حلو، لانه انا ممكن هي بس مشان تعدل لي، هلا هو هذا الشعور هو وهمي، فانا بصير باخذ كثير حلويات، بس كرمال هذا الموضوع. والحلو ما انا منيح هلا، لانه يعني اكثر شيء عم يشددوا على الحلو والسكر. هلا الحلويات غالبا، هلا شو بيصير، نحن في عنا اصناف الحلو، اي نوع من الحلو هي بتكون فيها نسبه دهون كثير عاليه،
وفيها نسبة سكر كتير عالية وخالية من القيمة الغذائية. فشو بيصير؟ إنه أنا عم باخذ كالوريز وما عم استفاد، عرفتي كيف؟ إنه أنا ما عم في جسمي بالنهاية، فأنا ما عم قوي شيء بجسمي، بالعكس أنا عم ضره لجسمي، لأنه حيصير في عندي زيادة بالوزن، رح أعرض حالي لأمراض تانية. يعني أنا بكون بشيء بصير بشيء تاني، وبالإضافة إنه هي بتخفف كمان من امتصاص بعض الفيتامينز والمعادن مثل فيتامين سي، مثل عنا الكالسيوم. هلا سواء نحن بالنسبه لنا كاشخاص، اذا انا مثلا هلا اخذت اي قطعه كيك يعني مثلا او اي قطعه حلو، فانا ممكن انا يعني الغي وجبه من بعدها تكون هي ضروريه بالنسبه لي. فهون نحن لهذا السبب بالضبط نحن عم نلغي تماما فكره انه فينا ناخذ الحلو. انا ما فيني امنع الشخص تماما انه هو ياخذ حلويات، ولكن انا في ياخذ، بس انا ما اخفف مو بشكل يومي يومي، لانه غالبا بدنا كميه من الدهون عاليه لحتى نقدر نعمل اكله حلو. نعم، خلينا نحكي اليوم مثل ما ذكرتي حضرتك بالبدايه انه لازم ندير بالنا على مناعه جسمنا. في دائما اصناف معينه بيحكى عنها انه هي بتساعد بتقويه مناعه الجسم من الاغذيه والطعام. خلينا نعطي برنامج عام لبعض الاغذيه الصحيه اللي بيقدر نبلش فيها من الصبح للمساء بتناولها لحتى نقوي ونزيد مناعتنا. بالنسبه للمناعه، اهم شغله بالنسبه لي اللي هي اولا انه انا نظم غذائي بشكل كامل. يعني انا ما فيني، المفروض انه انا يكون عندي وجباتي متوازنه وصحيه. يعني انا اخذ تقريبا بحدود الخمس وجبات حتى مو ثلاث وجبات. طبعا الخمس وجبات عن طريق كمان يعني الوجبات الرئيسيه بالاضافه لسناكس. هلا طبعا انا فيني ادخل انا الخضروات والفواكه، هي ضروريه جدا جدا لجسمي، انه بتحتوي على الفيتامينز بتحتوي على المعادن. وكثير شفنا انه نحن كثير عم يصير في انه فكره انه الفيتامين سي. هلا طبعا مو بس الفيتامين سي، الفيتامين سي الفيتامين دي ضروري كثير لجهاز مناعي، الزنك. هلا الماكولات البحريه يعني هلا التونه السمك هو جيد، ولكن بدي انتبه على قصه انه انا بدي احاول قد ما فيني انه هي تكون مستويه. هلا هلا بالنسبه هي غير متوفره صراحه بكل الناس، مو كل العالم قدرانه، مو كل العالم قدرانه، ما بعرف عم بعمل شو، لانه ما كل الناس فيها. ايه، فنحن بهي الحاله الاوميجا 3 هو موجود ايضا ببذر الكتان. هي موضوع بسيطه. وعندنا حتى المكسرات. هلا هون بدي احكي على شغله، المكسرات مو بالضروره انا اروح اخذ جوز ولوز وفستق وما بقى. يعني خلص هي مو فكره انا، لا لا ما مو بالضروره. هلا انا اي نوع من المكسرات انا بقدر اني امنه وني. فستق عبيد انا كثير بقول للاشخاص انه لا اوكي انه لا خذوا فستق عبيد، يعني عادي، وين المشكله؟ بس مهمنا نحن ناخذ فوائد غذائيه. يعني في امور نحن بدنا نحاول انه نتاقلم مع بشيء موجود، بما انه نحن مثلا في ظروف اقتصاديه معينه او شيء، في اسعار غاليه لبعض الشغلات، كان مو كل العالم قدران انه هي تجيبها وتاكلها يعني. تمام، فنحن فينا نحن نعوض نبدل، بس لازم نحاول قد ما فينا انه على الاقل نمرق مثلا شيء من البروتينات الحيوانيه، او مثل ما حكينا على المكسرات. هلا الدجاج مثلا فينا ناخذ صدوره الدجاج من دون الجلده، هيك المفروض نحن ناخذ. ولكن كمان شفنا كثير في فكره انتشرت انه لازم اللحوم بعد عنا تماما لانه هي بتخفف المناعه. حتى الشيء الابيض مثل الجبنه واللبنه كمان قالوا لازم. ايه، بس هو هذا الشيء غلط. هي ما لها علاقه ابدا. الفكره هي هون انه نحن عنا كميه، انا مثلا عم باخذ لحمه، فانا اذا انا عم اخذها كلياتها دهنه، فاكيد انا عم قلل من كفاءه جهازي المناعي. اما لما انا باخذ مثلا عنا لحم العجل او عنا صدوره الدجاج وبلا الجلد، فانا هون بكون عم اخذ فوائد غذائيه. فيني اخذ البروتينات النباتيه، العدس، الفول، الحمص، الفاصوليا، فيني كمان انا اخذها لانه ضروري اخذ الاحماض الامينيه اللي موجوده بالبروتينات الحيوانيه والنباتيه. ولكن بدنا نحكي على شغله، انه البروتينات الحيوانيه امتصاصها اعلى من البروتينات النباتيه. والاجبان والالبان لا، فيني اخذهم، بس انا خفف من الاجبان اللي فيها كميه فات كثير عاليه، الدهون اللي كثير عاليه، لانه كل شيء فيه دهون كثير عالي هو عم ينقص الجهاز المناعي، سواء كان شيء مقلي ولا سواء انا عم اخذ
اخذ دهنه او الحلويات مثلا، فانا هون بكون عم اخذ شيء كثير فيه نسبه دهون عاليه وهون بده ياثر على جسمي بشكل مباشر. نعم. نور يعني قبل ما نختم مع حضرتك خلينا نحكي، كثير في اشخاص بيقولوا انا ما بحب اكل خضره او ما بحب اكل فواكه او ما فيني اكل ليمون او برتقان او حمضيات او اي شيء هو بيقوي جهاز المناعه، باخذ فيتامين سي اللي هو من الصيدليه او اي فيتامينز، هذا الشيء بيعوض لنا او بيخلي جهازنا المناعي يصير احسن وبيعوض انه نحن ما ناكل اكل صحي؟ هلا الفكره انه بصراحه عم تاخذ بعشوائيه كثير، يعني كثير كثير كثير، يعني عم فعلا عم لاقي حدا انه عم ياخذها مثل العصير، يعني انه هيك ومخربط بين انه هذا فيتامينز ولا هذا عصير وبكميات كبيره، يعني انه ارسل فوار او الصبح بس، هو يمكن بس الصبح لازم. ايه هلا بشكل عام نحن انه هي بالنسبه للمالتي فيتامينز او بدنا ناخذ مثلا اي نوع من الفيتامينز كسبلمنت، فنحن هاي لاشخاص معينين مو نحن كاشخاص عاديين، لانه نحن شيء متوفر عنا، يعني هلا لا يفضل هذا الشخص انه هو يعود حاله انه هو يدخل السلطات، يعمل مثلا شوربه خضار، يعمل عصير، انا بفضل انه يعمل عصير اكثر مما انه هو فيه نسبه سكر كثير. هلا الفكره العصير. هلا الفكره انه انا لما انا بدي اعمل عصير ما لازم زيد سكر، يعني هلا مثلا عصير البردقان بحط البردقانه مثل ما هي وبعصرها، اما مو اجي اعصرها لانه انا عم بعصر بكون عم اخذ بس مي وسكر، ما بكون عم اخذ ابدا انه الخلطه بالخلاط مثل ما هي. تمام. بالنسبه للفوار في فكره انه كثير لما نحن ناخذ اوفر كثير من الفيتامينز كثير رح يصير في عندي مشاكل، هلا سواء كان الفوار او حتى اي نوع من المالتي فيتامينز كل الادويه بشكل عام في سايد افكت على الجسم اجباري في لها سايد افكت، لانه انا لما باخذها ممكن اثر على بكميه كثير اوفر، فممكن اثر على الكلى على الكبد، ممكن يصير في عندي حصى على الكلى، ممكن تاثر كمان على المعده سواء كان اسهال او حتى تلبكات معويه، فلازم انا انتبه على هي الموضوع وحاول اني ادخلهم شوي شوي، مو بالضروري انه اليوم اخذ مثلا هالقد مثلا صحن فواكه، شوي شوي انا فيني وفيني اخذ على فكره حاجتي اليوميه من يعني حتى لو انا ما باكل مثلا. قديش هي تقريبا للشخص الحاجه اليوميه؟ تقريبا هلا نحن نقول 250 او فينا نقول 120 ملي جرام، يعني حنقول مثال مشان ما انه كثير نفوت بالارقام، يعني هلا نحن فينا ناخذ بقدونس فليفله بردقان دخلهم هذا خلال اليوم، فانا نحن فليفله حمراء فنحن بنكون اخذنا حاجتنا اليوميه. مو فليفله خضراء؟ الحمراء فيها اكثر والخضراء فيها اكثر، الحمراء اكثر من الخضراء فيها لانه بيقولوا الفليفله كثير فيها فيتامين سي. ايه وفي للاسف نحن بنلاقي اغلب الاشخاص بس بيتجهوا للليمون مع انه كثير في الخضروات البروكلي السبانخ فيها نسبه بس مو مثل الفليفله الحمراء والبقدونس مثل ما حكينا، يعني الخضروات الورقيه الداكنه بشكل عام ضروري نحن ندخلها، نحن عم ناخذ انتي اوكسيدانت بالاضافه للفيتامينز والمعادن. نحن بنتمنى انه كل العالم صدقا ليا يعني ياخذوا بهي النصائح ونحن لازم ناخذ بهي النصائح مشان ندير بالنا على صحتنا. شكرا كثير لك نور للمعلومات اللي قدمتي لنا اياها. عفوا، اهلا وسهلا.